إنما تخاطب كل الناس. المادة الثالثة هي مادة فيها نوع من التزايد، لأنه نص مفهوم المادة الثانية موجود، المادة الثالثة موجود في المادة الثانية. بمعنى إيه؟ إذا كانت المادة الثانية بتقول إنه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، جزء من مبادئ الشريعة الإسلامية إنه أهل الكتاب يحكمون بما عندهم، وبالتالي ده نص قرآني، يعني لا هو حديث يختلف عليه ولا نقعد نقيمه ضعيف وقوي ومجمع عليه وكذا إلى آخر التقسيم الفقهي. فإذا لم يكن هناك ضرورة لوجود هذه المادة إلا بدأت مشاعر لخبط، يعني مجرد إنه اسم موجود يبقى خلاص. فأنا اسمنا موجود، الأباط موجودين في الدستور، عايزين تاني أكتر من كده؟ فهو وجودها يعني لا يضيف شيء، مش بس يا أستاذة استنادا إلى محكمة النقد وكذا، إنما استنادا لما هو أقوى فيما يتعلق بالتشريع المصري. الأمر الثاني إنه الحقيقة أنا عاوز أشتكركم أستاذ إسحاق، لأنه هو فخ تاني، كل الأسئلة اللي سألها دي كلها ألغام وإجابتها تودي النار. فهنحاول نجاوب بعدين نتوب. الحاجة الثانية إنه الكلام عن نصوص دينية في الدستور في أي بلد من البلاد يرتد بنا إلى دولة الملل والطوائف، لأنه في الدولة الحديثة هي مش ضد الدين ومش ضد فكرة إن إحنا نتكلم عن المواطن. لذلك ربما كان نضالنا الأكبر كان في اتجاه مش مجرد حقوق الإنسان، ولكن لما يسمى كتعبير اقتحم مجالنا الفكري المواطنة. المواطنة هي تلك الصلة التي تربط المواطن بالوطن. اختصار شديد، في وطن وفي مواطنين، اللي بيربط الاثنين ببعض حقوق وواجبات هي المواطنة باختصار. لكن احنا خلينا نقول ان بنتكلم في لحظة ضاغطة، مش بس ضاغطة بالمعنى الطائفي ولكن بالمعنى السياسي وبالمعنى الاجتماعي، لحظة مرتبكة أشد الارتباك. ما زلنا في مرحلة انتقالية، لم نصل بعد إلى مرحلة الدولة بمعناها المعروف لدى اللي سبقونا. وبالتالي نسأل في إطار القانون، إحنا مش هنتكلم لا على الدين ولا هنتكلم على الكنيسة، إنما هنتكلم فيما هو يخص الطرح الفكري القانوني. الدستور هو بالتعريف قانون القوانين أو أبو القوانين، وفي تدرج في التشريع، يعني يبدأ بالدستور ثم القانون ثم اللوائح ثم التعليمات سواء كانت مكتوبة أو شفهية إلى آخر. إذن الذي يخاطب القاضي مش الدستور، الدستور يخاطب المشرع. يعني ما يجي المشرع بمعنى إيه؟ اللي هو البرلمان أو المجلس الأمة، مجلس الشعب، مجلس النواب، حسب ما نسميه. بيجي التنظيم العلاقات داخل المجتمع بيبقى داخل الإطار العام الكبير ده اللي اسمه الدستور. فهو بيخاطب المشرع بيقول له لما تيجي تحط قانون أو تيجي تنظم علاقة ما لابد أن تلتزم بالإطار الموجود في الدستور. عشان كده بنسمع كتير إنه في بعض القضايا بعدم دستورية قانون لأنه مخالف للدستور. إذن الدستور لا يخاطب القاضي، القاضي لما يجي يحكم بالقانون اللي قدامه في التخصص اللي بيتكلم فيه، إذا كان بيتكلم في التجارة، إذا كان بيتكلم في الصناعة، إذا كان بيتكلم في الأحوال الشخصية إلى آخره. الدستور لا يخاطب ضابط الشرطة، لكن اللي يخاطب ضابط الشرطة القانون، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العقوبات، قانون كذا قانون كذا، ده اللي يخاطب ضابط الشرطة، وكذلك وكيل النيابة.
إذن عندما نتكلم عن المادة الثالثة هي مادة كده طايرة في الهواء. ليه؟ لأنها لم تترجم إلى حزمة من القوانين. يعني حد يقول لي طيب الأسئلة اللي مطروحة في الندوة هنا هي بتسأل الأسئلة دي، مين اللي يمثل الأقباط في هذه المادة؟ من المخاطب بيها؟ ما قالوش، لا قالوا حتى الكنيسة، ولا قالوا العلمانيين، ولا قالوا المتدينين، ولا قالوا غير المتدينين ولا غيره. طيب يبقى إذن إحنا ما زلنا بانتظار قانون يفكك هذه المادة ويخاطب المجتمع، مش يعني من خلال المشرع. طيب فين القانون ده؟ لا شكرا ما فيش. ليه؟ لأنه هذا القانون لا يمكن أن يصدر، لا يمكن أن يصدر لأنه مليان ألغام، خاصة في تعدد المذاهب. يعني إذا كان الإسلام في سنة وشيعة وغيرهم، المسيحية فيها الثلاث عائلات الكبيرة، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. طيب هل يصدر بالنسبة للثلاثة قانون يجمعهم كلهم مع بعض فيما يتعلق بعلاقة المسيحيين بالمجتمع؟ وحتى السؤال ده هو برضو عليه علامة استفهام، وهو ده تكرار للكلام اللي اتقال قبل كده. هل يخاطب المواطن المصري المسيحي باعتباره مصري اولا ثم مسيحي، ولا باعتباره مسيحي اولا ثم مصري؟ سؤال مهم. انا بتصور انه البداية في مصر وفي اي بلد هو الانتساب للدولة. الولد اول ما يتولد او البنت اول ما تتولد بتبقى اتولد اضيفة الى المصريين شخص. بعد كده نسأل اذا كان الشخص ده مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا بهائي ولا غيره من بقية المعتقدات اللي موجودة، راضينا ام لم نرضى. لكن في البداية بيولد شخص مصري. إذن نحن امام إشكالية في منتهى الأهمية. هل يمكن ان نجتاز هذه العقبة الان؟ الإجابة باختصار لا. ليه؟ اولا نحن نعبر مرحلة غاية في الارتباك والاشتباك بين ما هو من يدعون الى دولة دينية حتى وان دلعوا اسمها، حتى من يلتف على الدستور اللي نص على انه لا يجوز اقامة تأسيس احزاب على اساس ديني، فيقولوا لا ما احناش بنأسس احزاب على اساس ديني، انما نحن احزاب بمرجعية دينية. لما تيجي تقول له طب لقباطي يقدروا يعملوا حزب على اساس مرجعية دينية، يقول لك لا كده بحصر المعنى. يعني ليه؟ لانه الدستور اقر ان دين الدولة الاسلام، يبقى اذا اي احزاب لا يمكن ان تخرج عن هذا النص. مفيش حاجة اسمها احزاب مسيحية، ده بافتراض ان اللقباط طلبوا كده، لكن انا بفترض افتراض يعني نوع من العصف الذهني في اطار فكري. احنا مش بنناقش دين ومش بنناقش سياسة، انما بنناقش طرح فكري من حقنا ان احنا يعني ندي نفسنا السقف عالي شوية ان نفكر بصوت عالي، لان دي مشكلة موجودة. طيب التشريع، يعني المادة دي بتقول انه المادة الثالثة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود. المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. المادة دي مرتبكة كمان، لأن في فرق بين الأحوال الشخصية والشؤون الدينية على جنب كده، واختيار القيادات الدينية على جنب، لكن لما نحطهم مع بعض بنربك الدنيا. طيب السؤال الثاني، من الذي أعطي من الدستور حق التشريع؟ هل المؤسسة الدينية سواء كانت الأزهر أو الكنيسة ليها حق التشريع؟ الإجابة برضو باختصار لا، لأن التشريع بحسب برضو نفس الدستور حق حصري للبرلمان، وحتى في غياب البرلمان يصدر الحاكم أيا من كان اسمه، سواء كان حاكم عسكري ولا كان حاكم مؤقت أو كان حاكم في فترة غياب البرلمان. يعني زي ما شفنا كده في الثلاث مراحل اللي عدينا فيهم، مجلس عسكري، رئيس مؤقت،
رئيس في غياب البرلمان حتى يتم تشكيله. في الثلاث حالات دول الحاكم يصدر قرارات بقوانين. يصدر قرارات بقوانين بس بشرط انه عند اول جلسة انعقاد او بعد ما يعملوا الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب ويبتدي اعماله، في اول جلسة تعرض عليه التشريعات التي صدرت في غيابه، والمفترض نظريا انه بيراجعها، يا بيزود عليها يا بيشيل منها يا بيلغيها. ودي طبعا موضوع يعني يطول شرح، لكن برضو في الاخر بتؤكد ما هو مؤكد انه التشريع حق حصري للبرلمان. طيب يبقى هنا المادة الثالثة برضو ملتبسة، هي بتوجه كلامها لمين؟ بتوجه كلامها لغير المسلمين ولا بتوجه كلامها للبرلمان؟ وقعتنا في مشكله.